تصور ان هي هتستوقفنا في الصوره هي قصه ال عمران وقصه السيده مريم عليها السلام وقصه سيدنا زكريا، فان شاء الله نطلع منها بمسجز تكون مفيده لينا احنا، ما دام ربنا عز وجل اللي اسمى الصوره باسم اسره، يعني معنى كده ان في مسجز احنا ممكن نستفيد بيها. ده مش النهارده طبعا، دي محتاجه يعني تحضير شويه. طيب سريعا، كنا قلنا سوره البقره بتمثل الايمان. طيب سوره ال عمران بتمثل ايه؟ الثبات على الايمان. فسبحان الله هما الاثنين مرتبطين ببعض جدا. سوره البقره قالت لك انت المفروض تعمل ايه؟ سوره ال عمران بتقول لك المفروض تثبت على الكلام ده ازاي؟ وهتلاقوا سبحان الله الابروتش بقى من وجهات نظر مختلفه ومن زوايا يعني سبحان الله جميله جدا سوره ال عمران في تناول موضوع الثبات. وانا عندي تعليق سريع على موضوع الثبات ده، ان ولعل ده ممكن يكون ريفرشمنت لسبب الجلسه بتاعتنا اصلا. يا جماعه احنا سبب الجلسه بتاعتنا مش ان يكون في درس واحد بيقول لازم تسمع، هدف الدرس بتاعتنا ان احنا كلنا نتشارك في مسجز لعل ان حد ينتفع بيها. مش متصور ان في حد يعني ليه فضل على حد لا سامع ولا متكلم. ف سوره ال عمران ثبتت عندي المعنى ده وخلتني عايز اقوله، ان تحس ان الثبات سوره ال عمران بيخاطب كل الناس، خاطب الصحابه في غزوه احد اللي هم توب اوف ذا توب، وخاطب النصارى اللي هم عندهم مشكله في العقيده، اوكي، وخاطب المسلمين بشكل عام في مواقف معينه قابلتهم. فهي تحس ان اي حد عنده اسلام او عنده نيه ان هو يلتزم محتاج ان هو يثبت ريجاردلس الليفل بتاعه ايه، هو لسه اسلم امبارح او لسه تدين امبارح، في حاجات محتاج يعملها عشان يثبت. بقى له 20 سنه متدين، في حاجات محتاج يعملها عشان يثبت. هي سوره ال عمران بتخاطب المسلم اللي فهم منهج سوره البقره وعايز يثبت عليه ريجاردلس الليفل بتاعه. فالمعنى ده هي جميل جدا سوره ال عمران وهنشوفه مع بعض. فالثبات على الايمان الصوره متقسمه لثمان مواضيع كوبي بيست الاستراكشر بتاع سوره البقره، ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه. انا ما عملتهاش على فكره، يعني ما قيفتش الموضوع عشان يبقى شبهه، بس لما قعدت شفته وقريت الكتاب بتاع الخريطه الذهنيه اللي قلت لكم عليه قبل كده بتاع اللي هو سعود الشايع عامل كتاب اسمه الخريطه الذهنيه لسوره البقره الفاتحه والبقره وال عمران، سبحان الله الاستراكشر بتاعه شبه سوره البقره جدا. لو تفتكروا بدايه سوره البقره كانت ايه؟ مقدمه عن انواع الايمان، صح؟ وبعد كده سيدنا ادم بدايه المعصيه، وبعد كده بني اسرائيل وسيدنا ابراهيم. تعالوا نشوف الاستراكشر هنا. معصيه اهل الكتاب، قصه ال عمران، عقيده سيدنا ابراهيم. وفي نص سوره البقره كان ايه؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا. في نص سوره ال عمران مكانه امه الاسلام، كنتم خير امه اخرجت للناس. هنشوف السلايد اللي بعديها يعني. وبعد كده القصه غزوه احد والصراع اللي بين الحق والباطل. فسبحان الله مشابهه جدا on the structure point of view، مش المواضيع، لسوره البقره مع استبدال اليهود بمين؟ بالنصارى. الجزء الاكبر في الجزء الاول من سوره ال عمران بيخاطب وفد نصارى نجران، وفد نصارى جم من نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتحاور معاهم في الاعتقاد بتاعه. اوكي، يبقى ده اول حاجه. كنا لو تفتكروا سريعا قلنا العلاقه اللي بين الفاتحه والبقره وال عمران. الفاتحه اتكلمت على غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انواع الناس. سوره البقره ركزت على نوع منهم اللي هو المغضوب عليهم اليهود ومن ماثلهم، والنصارى ركزت على النوع الثاني اللي هو الضالين واللي يشابههم في الافعال. فاكوردنج للثلاثه دول على بعض المفروض الواحد يكون فاهم المنهج المتكامل ان ده الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. الثلاثه دول بالنسبه له كفايه يلموا الموضوع كله. ال عمران والثبات على الايمان. طيب تفصيل بقى موضوع الثبات ده، الصوره مقسومه نصين. النص الاول بيخاطب النصارى وبيساعد المسلم ان هو يثبت في الاعتقاد، ازاي ان هو اعتقاده يكون مظبوط ويثبت على الايمان لسوره البقره. الجزء الثاني واللي هو كله تقريبا بيتكلم عن غزوه احد، الثبات في الفعل. لما تتحط بقى في سيتويشن في حاجه محتاجه اختبار وامتحان تثبت ازاي. فسبحان الله جزء اعتقاد، جزء ثيوريتيكال، وجزء براكتيكال. وتقريبا الصوره مقسومه من الايه 101 ل 120، وال 80 ايه الاخيره بتتكلم على الثبات العملي. طيب زي ما قلت وفد النصارى نجران جزء الاعتقاد، وغزوه احد الجزء العملي. وفي نص الصوره هنا كنت حاطط اكزامبل قبل ما نروح للسلايد اللي بعديها على الموضوعين دول. في الاعتقاد ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وان تصبروا وتتقوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فانت هنا هتثبت بايه؟ بالصبر والتقوى. دي حاجه يعني في القلب. الجزء الثاني يا ايها الذين امنوا، اخر ايه خالص، اصبروا وصابروا ورابطوا. يعني ختم الجزئين، الايه من الجزء من 1 ل 120 ختم بالايه دي، الايه 120 اللي هي فيها الصبر والثبات. والجزء الثاني الايه 200 ختم يا ايها الذين امنوا اصبروا
وصابروا ورابطوا وصابروا واتقوا الله. اصبروا وصابروا ورابطوا. فكأن الجزئين دول بيتكلموا على نوعين من الثبات، وكل واحد فيهم ختم بآية تدل على موضوع الثبات برضه. وفي نص الصورة بالظبط يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. شوف ربطة البقرة وآل عمران إزاي؟ يعني وكأن ربنا عز وجل بيقول لنا إن عدم اتباع أهل الكتاب والثبات ده كونكلوجن للموضوع كله. عدم اتباعهم في إيه؟ في الاعتقاد وفي العمل. صح كده؟ طيب أمثلة على الآيات اللي وردت في الثبات، في تثبيت معنى الثبات في آل عمران. المقطع اللي فيه تقريبا 5 آيات ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب إيه معنى الثبات في الآية دي؟ ربنا عز وجل بيطلب مننا ما نموتش غير مسلمين. طب هي دي حاجة في إيدينا؟ لا، لكن محتاجين نعمل الأفعال اللي تخلينا في الآخر ربنا عز وجل يرزقنا جميع حسن الختام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، برضو فيها الاعتصام والتمسك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، إن مش بس أنت تثبت لوحدك، لا أنت محتاج مجموعة معاك تثبت، ودي هنشرحها بالتفصيل. آية تانية بتدل على الثبات، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين إيه؟ جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جهاد وصبر ثبات. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نفس الكلام برضه، والله يحب الصابرين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلها آيات بتحث على ثبات، ودي آخر آية في السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب ربنا عز وجل بعد كده في السورة قال لنا طب أنت عايز تثبت، طب إيه أسباب عدم الثبات؟ سبحان الله الموضوع متناول بشكل متكامل. يعني في الأول قال لك هدف السورة الثبات، الحاجة الثانية هتثبت إزاي، والحاجات اللي ما بتخليكش تثبت. بعد ذلك هنتكلم في أسباب عدم الثبات، وبعديها في أسباب الثبات. أول حاجة في بداية الصورة خالص الآية 11، ما كنتش غلطان، آية 14، زين للناس حب الشهوات. أول حاجة تيجي في دماغ الواحد الشهوات، مثلا شهوة النساء. لا، ربنا عدد هنا حاجات كتيرة غير النساء. زين للناس حب الشهوات إيه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا. بقى الواحد محتاج ينتبه في حياته للحاجات دي. الحاجات دي مش حاجات ثيوريتيكال، بالعكس احنا كلنا عايشينها، وممكن يكون الاسم الحاجه ده سيمبل لدايركشن معين. حاجه اسمها حاجه العربيات، طيب مستوى العربيات بالظبط، اي حاجه يعني مركوبه. الانعام والحرف، طب الحرف ايه؟ اي اسيتس، عايز اجيب شقه والثانيه والثالثه، والموضوع ده مسيطر على تفكيري وبيخليني اكوردنجلي، يبقى ده دايركشن حياتي. لا ستوب، دي حاجه مش مظبوط، على الرغم ان هو حلال. الحاجات دي كلها حلال، الحاجات دي كلها حلال، الحاجات دي مش ولا حاجه حرام طبعا، ولا حاجه فيها حرام، لكن التوسع فيها يؤدي لايه؟ تناول الصوره يؤدي لعدم الثبات، الانشغال بيها عن اي حاجه. على فكره ممكن الموضوع يا جماعه يكون هو ليه كذا مشكله، لكن تلاقي القران في صوره معينه بيركز على دايركشن معين. يعني عايز اقوله ايه؟ هنا آل عمران مركز على الثبات، هو ممكن يكون في مشاكل ثانيه للشهوات دي، لكن هنا هو مركز انت لو عملت الحاجات دي مش هتثبت. فتبقى المسج اللي تطلع من آل عمران غير اللي تطلع من البقرة، وده جميل جدا في القرآن، مش كله زي بعض، حتى لو الآية بتتكلم في نفس المعنى، لكن تلاقي السياق يديك معنى تاني. الآية الثانية بتحدد الهدف عن الآية الأولانية، قل أولم يكن خيرا لكم من ذلكم الذين اتقوا ينظر بهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى الهدف في الآية الثانية، والآية الأولانية أخذ منها على قد ما هو وسيلة، مش هو الهدف. يعني هو النساء ربط الموضوع بالجنة على طول، هو النساء والذهب والخيط ده وسيله للجنة. الغلط انك تقف على دي، ان يبقى تبقى دي الهدف. التارجت بتاعي كله يبقى عندي شقه، التارجت بتاعي كله يبقى عندي عربيه، التارجت. لكن لو انا خدت الشقه والعربيه والزوجه وبتاع، اصل دايما وسيله للهدف الاكبر اللي هو في الايه اللي بعديها. ومفيش معنى ان انت تستزيد من اي حاجه من الحاجات ديت للاكستريم. بس الفرق بيننا وبين الصحابه، ان الصحابه كانت الحاجات دي كلها في ايديهم وليست في قلوبهم. هي دي كده الفرق. يعني هم كانوا في ناس كانت بيتجوزوا 4 مثلا، هو كان هو يستزيد الاكستريم، هو كان بيكتفي بالقليل. هو الكلمه اللي هو ان هو الحاجات دي، ان هو المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كلاهما خير، لان المؤمن القوي تكون الدنيا في يده ليس في قلبه. هو ودايما كان الشباب يقول للشباب يقول لك الدنيا في يده وهتضع عيد كده، بس هو مسك، يعني هو مش ضعيف، هو مش ما عندوش فلوس،
هو مش ما عندوش تجاره، هو مش هيفيه، مش الصوره بتاعه المسلم بتاعه الصوفيه اللي هو اصل ده على باب الله اللي هو قاعد ومطرب وبتاع مستضعف في الارض. سيدنا عمر لما شاف اللي هو اللي ماشي بقى متسحول كده وبتاع وقام ضربه قال له امنت علينا ديننا، يعني برضو مش المطلوب ان يبقى الواحد كان المسلمين في النبس وهم كانوا في اقوى وقتهم كان المسلم يعرف من مشيته كان هو دايما رايح وراه حاجه، فمفيش مسلم ماشي يتسكع في الشارع، فهو ماشي ورايح دايما رايح يعمل حاجه، يروح لشغل، يروح لدراسه، يروح لصلاه، يروح وهو بيوصل لازم ان هو الاندلس كان فيها من الرفاهيه الشيء الفظيع. كان جاب لها ايه؟ كان جاب لها ايه؟ كان جاب لها قيم مخلوط بمسك من ايطاليا عشان تلعب بيه. ده جاب لمراته بس عشان انا عايز حبه تلعب ولا يوم القيم ولا يوم بالظبط. مراته مره زعلت منه فبتقول انا ما شفتش معاك يوم حلو، لا ولا يوم القيم، فراحت ساكته يعني. لا اليوم ده بصراحه بيظبط الدنيا يعني. هو القيم مكتوب مخلوط بمسك من ايطاليا عشان تلعب بيه يعني. هذا ذكرنا يوم القيم ده طلع يوم القيم هو ياكل القيم على الكباب، مش كل حاجه تسمعوها تقلدوها يا شباب. ولا يوم القيم انا مرقصت يعني. طيب اسباب عدم ادراك الذنوب. الآية دي يعني صلاح بيفهم غلط. يبقى احنا كنا قلنا أول سبب من أسباب عدم الثبات التوسع في الشهوات أو اتباع الشهوات. السبب التاني الذنوب. الآية دي واضحة جدا بصراحة في المعنى ده، وبالتالي يعني ممكن لو كل واحد فينا توقف معاها هتكون ليها صدى في نفسه يعني. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ربنا بيخاطب الصحابة. يوم التقى الجمعان يوم أحد يعني. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أنا الحقيقة يعني في كلمتين بيستلطفوني في الآية دي، استزلهم وببعض ما كسبوا. أنت ممكن الواحد ما يكونش عارف هو يؤخذ بإيه، ممكن يكون هو شايف إن في ذنب معين كبير بس هو أليرت إن الذنب ده كبير وبيتوب منه، بيكون في ذنب تاني هو مش منتبه إن الذنب ده عداله وشغال مثلا. ببعض ما كسبوا، كل ما كسبوا. انا لاحظت برضو ان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني هم اكتسبوا الذنوب وتوسعوا فيها فربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الشياطين بقى يعني اطلقها عليهم يعني بسبب بعض ما كسبوا. بالظبط يعني. بسبب ما كسبوا الشياطين استزلتهم. في بعض جميل دي بعض المعاني في الكسب بالذات خطير جدا يعني. الكسب غير الاكتساب. صحيح. الصحابة تخيل هم كسبوا ذنب مثلا وحاجة بسيطة يعني. فسبحان الله اكتساب أقوى. اكتساب أقوى. اكتساب انت اتعودت بتاكل على طول حاجات كويسة. كنا قلنا قبل كده في سورة البقرة ان الكسب عادة بيجي في الكسب الحاجة الصح والاكتساب بيجي في الغلط. فده انا مش عارف بقى مش عايز افتي بس ممكن نرجع للتفسير. هل هنا ممكن يكون مقصود ان يكون برضه توسع في حلال؟ ممكن بقى نرجع في التفسير نشوف دي. حد فاهم قصدي؟ لان برضو ما هو الصحابه لما اخذوا يوم احد كان في ذنب حصل بس برضو كان في صحابه سيدنا عبد الله بن مسعود قال انا ما كنتش عارف ان الدنيا في قلوبنا لغايه لما نزلت الايه ما كانش عارف. وممكن نرجع لها في التفسير دي يعني اتس وورث ان الواحد يدور عليه. طيب سبب عدم الثبات المعصيه زي الذنب بس هنا الايه مختلفه. او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها. المصيبه هنا كانت مصيبه ايه يا جماعه؟ احد. عايزين نربط الموضوع سهل. آية 165 فوق 120 يبقى واحد، لأن الآية السورة من 120 بتتكلم عن واحد من الآية 120 يعني. فربنا عز وجل بيقول إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة لا يوم أحد قد أصبتم مثليها. فين بقى مثليها؟ في بدر. ربنا عز وجل نصر المسلمين في بدر. فربنا بيقول لهم أنتوا أصبتم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا إزاي؟ قلهم عندي أنفسكم. هم بدر خسروا الوجه إن شاء الله. في بدر كسبوا. قد اصبتم مثليها يعني فتنه الحرب مثلا ضعفها خدوا ضعفها بالظبط يعني الماضي اتصبتوا. لا ده انا كنت خدوا ضعفها في بدر كسبته. فبتقولوا ان هذا يعني ازاي نكسب هنا ونخسر هنا اكنه بيقولوا هو السبب ايه؟ قلهم عندي انفسكم. كمان في احد هم كانوا المفروض الفئه الاقوى او كان في العدد 1000 وقالوا لا يغلب 1000 من قله صح؟ بعد 300 وشويه يعني 313 على القياس صحيح والمشركين كانوا 1000 وكسر فده سبب ثالث لعدم الثبات. طيب العوامل المعينة على الثبات برضو وردت في سورة آل عمران بس انت مش هتلاقي الموضوع مترتب بان هو آيات ورا بعض. لا سبحان الله الصورة بتاخدك في سياق ان سبحان الله الآيات متركبة ان انت المسج تكون يعني سبحان الله الصورة كلها على بعض. انت فعلا سبحان الله بس الآيات متكررة
طب اول سبب معين على الثبات اللجوء الى الله، من اكثر الصور في القران اللي ورد فيها دعاء سوره ال عمران، البدايه والنهايه. من البدايه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، من اجمل الادعيه في القران. والنهايه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه، ان خواتيم ال عمران سبيشال زي خواتيم البقر، فيها فضل سبحان الله. فهنا لا تزعم ربنا ثبات بالظبط، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. طبعا الايه دي فيها معاني جميله جدا، هب لنا الهبه اتس جيفت بغير استحقاق، بغير استحقاق، يعني انت المرتب بتاعك اتس نوت جيفت. انا دخلت في حته غلط سوري، بس هكمل بقول لكم معلش سوري. فالهبه حاجه بتاخدها من غير استحقاق ولا اكسبكتيشن. فهو هنا بيقول ايه، بعد إذ هديتنا وهب لنا، هب لنا يعني هو الواحد وبيدي عارف. طبعا المعنى ده عشان واحد يكون صادق مع نفسه مش على طول مستحضره، بس هو دي حقيقه. يا واحد مش على طول مستحضر ان الايمان ده نعمه من عند ربنا وترفع في اي وقت ولازم امسك فيها، بس هي دي الحقيقه. يعني لو الواحد منتبه على طول هيشوفها كده على طول. وهب لنا من لدنك، ما قالش منك، من لدنك از مور سبيشال، يعني حاجه خاصه من عند ربنا مش من عند حد تاني. اللدن بتدل على القرب، يقول من لدن حكيم الخبير، يعني اكسكلوسيفلي من حكيم الخبير. هو يقول ايه، هب لنا من لدنك، يعني جيفت اكسكلوسيف. انت بتخيل بقى وانت بتدعي، لو الواحد مستحضر المعنى ده احس ان الايمان اللي عنده ده اكيد سبحان الله حاجه جايه من عند واحد عز وجل وجايه ليك انت بس، يعني حاجه فيري سبيشال وترفع وترفع في اي وقت، سنسيتيف في نفس الوقت. لا يا لا 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 يثق السارق حين يثق وهو مؤمن، ولا يزني زانيه حين يزني وهو مؤمن ترفع. ده حديث واضح فيه الكلمه دي. وحين الاستحضار بتاع الاذكار الاستيقاظ من النوم، الحمد لله دي احيانا بمتنع الحمد لله رد عليا روحي واتاني في جسدي واتاني في مزاجي واذن لي بك. فهو الاذن بالذكر، الذكر هو يعني ناتج للايمان، يعني ده نتيجه عن الايمان وتزيد الايمان بس مش مزاجك، هو الموضوع الاذن من ربنا سبحانه. وانت بتقول استحضره اول ما تصحى من النوم، اللي هو انت ده كل يوم ممكن النهارده تصحى وقت كتير قوي، يعني واحد ممكن يبقى صاحي ومستعجل وبتاع ويخش الحمام ويطلع يلبس وبتاع، ايه ده؟ هو الذكر كان ايه؟ وتقعد تركز كده شويه هو راح فين؟ مش شويه ودي تحسسك ان هو ايه؟ لا داخل منك مش بمزاجك زي في ختم الصلاه، هو قال ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هو اللي ربنا هو اللي بيحسن لك انت ايه؟ واعوذ بك منك لا احسن ثناء احسن ثناء. من قلنا اول سبب او اول عامل مساعد على الثبات ذكر في آل عمران، او يعني احنا قلنا هو اللجوء الى الله والدعاء. مقطع تاني بيتكلم عن نفس المعنى اللجوء الى الله، اللي هو الختام بتاع سورة آل عمران، الدعاء اللي ورد في ختام سورة آل عمران، ربنا لا سمعنا منادي ينادي ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. طيب حد عنده فكره سريعا كده، ايه الفرق بين غفران الذنوب وتكفير السيئات؟ مفيش حاجه في القران زي الثانيه، هو مش تكرار لنفس المعنى. حد عنده فكره؟ طيب ورد في تفسيرها يعني ان الذنب هو الذنب الكبير والسيئه هي الصغيره، فان احنا نقول ربنا خلينا كبيره وصغيره. طيب المعنى الثاني اللي ورد في الثبات في آل عمران ده بقى سبحان الله مستطرد في الصور، العباده. ان من الحاجات اللي خليك تثبت على الدين ان انت يكون عندك عباده كتير. طيب اول سياق ورد فيه الموضوع ده قصه آل عمران كلها على بعض، سيده مريم وسيدنا زكريا نموذجين للعباد. هنالك دعا زكريا رب، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب دي، يعني وكان المكان ده هو مكان بيقعد فيه كتير. طيب كلما دخل عليها زكريا المحراب، فهم جايب نموذجين لاثنين عباد، فالصورة بتوصل لنا ان ده من الحاجات اللي بتثبت الانسان على الدين. دي احنا كنا قلناها بتاعت سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
يبقى دي معناها ايه؟ ان هم في كل احوالهم بيجتهدوا يتقلبوا في انواع عباده. طب ازاي يذكروا الله قياما وقعودا على جنوبهم؟ يعني هم عاملين ياخدوا ديفرنت بوزيشنز؟ لا، هو كل وضع هو فيه بيحاول يذكر ربنا. فلو بيصلي بيذكر ربنا في جميع حالاته، في جميع حالاته، ولو داخل او خارج من المسجد بيذكر ربنا، ولو داخل عربيته يسوق بيذكر ربنا. فهو في الاخر الموضوع الكونكلوجن هو بيعمل افعال حياتيه لكن كلها مرتبطه بالذكر. فبقى وكانه قياما وقعودا على جنوبهم. طب على جنوبهم دي ازاي؟ اذكر انه اذكر الاستيقاظ. انا لسه سالين من خواتيم البقره وايه الكرسي، ايه الكرسي في النوم بالظبط. حته الكار يعني الايات دي كان قبل كده نفسي اتكلم ان كل العبادات انت بتخش فيها بشويش عشان ما يعني ما تتقلش عليك مره واحده، وزي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت اللي هو قليل دائم خير من كثير زائد ما فيهم منقطع. الذكر ما فيهوش تدرج. الذكر انت ممكن مثلا تقلش بتقييم تقوم الليل، ممكن تبدا بركعتين وبعدين تبدا بركعتين واحده تكون قصيرين بعدين تكون طوال وبعدين ممكن تخليهم اربعه طوال وهكذا عشان ما تملش ولغايه ما تعتاد القيام وتعتاد الصلاه. الذكر لا، الذكر هو اذكار الصباح من الشروق من الفجر للشروق. فهنقعد من الفجر للشروق خلاص انتهينا، هنقعد من الفجر للشروق مفيش تدرج. الاذكار وانت ماشي الاذكار المطلقه. فالذكر الحاجه الوحيده اللي مش مطلوب فيها تدرج، بل بالعكس الاكثار منها هو الاحسن. حتى كان طلب سيدنا موسى كاين الكوره كثيره فهو الذكر من الحاجات. وعشان الناس ما تملش سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ايه منوعهم. طيب هو مش ممكن طول ما انا ماشي بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله انا نفسي هفقد قيمه المعنى. فربنا سبحانه وتعالى نوعني، انت بتقوم ذكر، بتقعد بذكر، بتاكل بذكر، بتخش الحمام بذكر، بتطلع بذكر، بتمشي بقى اذكار مطلقه وبعدين الصلاه بذكر. حتة لذيذة كده ان هو ايه في وتد كده محطوط وسط اليوم بتاع العمل وصلاة الظهر. سنن صلاة الظهر من اطول السنن، صحيح، اربعة قبل واربعة بعد، على اساس ان هو ايه يفصلك كده شوية عن ايه عن اليوم المشروط. وهي ودي اشارة جميلة جدا ان على الاقل لو انا مش بعمل كميات يبقى اعمل تنمية. يعني لو ما بقعدش اذكر ربنا سبحانه وتعالى 100 100 100 100 سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله واستغفر الله، ما بقعدش اعمل كده. بننوع، طب نعمل اذكار الصباح، طب نعمل اذكار الاستيقاظ، طب الخلاء. يبقى فيها اهميه كبيره ان الواحد بقى يتعلم الحاجات دي لان هي كلمتين. كل خطوه بكلمتين، انت بتخش بسم الله تخش بغفرانك تطلع بسم الله، تخش بسم الله تطلع بغفرانك، تركب العربيه سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا له مقرنين، كلها جملتين. لكن لو تاخد بالك كده انت اليوم كله ماشي، طب ما هو يعني كانوا دايما يتريقوا ويقول لك ان الحرامي هو داخل بسم الله ربنا وفقنا يا رب. لكن انت لو فعلا مستحضر الذكر دوت والذكر متوزع على مدار اليوم هتغفل فين؟ انت عندك خمس صلوات وبينهم اذكار، طب فين هتغفل عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى هنا الارتباط بربنا سبحانه وتعالى والارتباط بالعبادات هنا بقى خطوه اسهل كتير للثبات. كل ما تروح في معصية هتجي لك تاني. وبقيت الآية هنا الآية ايه؟ التفق. لو انت وانت ما بتذكرش بتتفكر. يعني لو انت ما بتذكرش ربنا سبحانه وتعالى وقاعد ساكت ما بتعملش حاجة بتعمل ايه؟ بفكر في ايه؟ بفكر في آيات ربنا سبحانه وتعالى. طبعا في كل خواتيم وكل صور الصغيرة فيها حتة مخاطبة الكفار والتفكر، مثلا من أقواها الفجر. فينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دي ناس عايشة. ناس عايشة مع الحاجات الطبيعية اللي معاكم، انتوا معاكم ايه؟ بتركبوا عربيات، طب هالعربية دي بتشتغل ازاي؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى علم البني ادم اللي كانش فاهم حاجة خالص، علمه النهارده بيشتغل بعربية توتالي الكتريكال ازاي؟ هو دول بقى كانوا عايشين مع الابل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف سطحت؟ فانت في حتة السماء كيف خلقت؟ فالشاهد من الكلام انه ده انت بتبص على اللي حواليك. فانت في حاله ان انت ما بتذكرش على الاقل ان انت بتتفكر، وكله بيرجعك ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. نفس الايه دي طلع منها عامل ثبات تاني اللي هو حيك ذكرته يعني، بس هو كان مذكور هنا بشكل وضوح الهدف. فيتفكرون في خلق السماوات والارض ما خلقت هذا الباطل.
اللي هو احنا بقى ارتبطنا بقى بالآية الأولى اللي قلتها اللي هو ذلك متاع الحياة الدنيا قل أو أنبئكم. وده يعني الناس لما احنا النهارده بنيجي نتكلم على البيزنس ونيجي نعمل اورينتيشن للشباب، لسه بعمل اورينتيشن للشباب امبارح، ان انت لو ما عندكش فيجن هتمشي متخبط. ولذلك تلاقي الايات مهمه جدا ان الواحد يفتكر دايما اصل الفيجن بتاعته ايه؟ النهايه فين؟ وفي حاجات بتشوفها في ربنا سبحانه وتعالى بيحط الهدف والتذكير بدايه الموضوع، يعني في البقره في تذكير بدايه الموضوع، قال ربك للملائكه اسجدوا لادم. طب هي دي بدايه الموضوع، هو احنا منين؟ وبالذات لما بتقابل حد مش مصري او فهو تيجي تساله انت منين، هو بيعرف انت فعلا عايز تعرف هو منين. يعني احنا قصدنا انت ما فيش حد مش مصري ولا ملائكه، يعني علي هايبرد في جزء انت جزء الكتريكا المانيا من شويه اصلا انت منين؟ الهايبرد التاني منين؟ يعني اصلا منين؟ اصل لبنان بس مولود وعايش في مصر. واصل الفرع اللبناني اصلا منين؟ بيروت نفسها؟ من برج حمود. شفت؟ لكن الاصل منين؟ مش عارف. الجنه. هو ده اللي بنقوله، ان ربنا سبحانه وتعالى يرجعنا كلنا من ادم. طب هو ادم اتخلق فين؟ الجنه. يبقى احنا كلنا من ادم، وادم منين؟ احنا جايين فتره شويه هنا وراجعين بلدنا تاني. هي فكرتني الايه سوره البقره كمان بنفس السياق بتاع ادم، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. شخص غير الى حين دي شخص غضبان خالص، يعني شويه كده وهيرجع تاني. والفكره هو ان انت كل واحد فينا لما نزل ورسول صلى الله عليه وسلم في الصيغه دي، كل واحد فينا معاه مفتاح الجنه. كل واحد فينا معاه مفتاح هيفتح ويخش. تمام؟ فهي ده كده مفتاح وليها اسنان في حديث كده بالظبط. بس في النص ممكن يضيع منك مفتاح. وانا دايما اضيع مني مفتاح اي بيت، موقف غبي جدا. يعني انت اللي ورا الباب دوت بتاعك مش قادر توصل، ومش قادر توقف عشان المسؤول بتاعك كده حته حديده قد كده دوت، وانت واقف ده ملكك ورا الباب، وانت واقف قدام الباب مش عارف اخش. ربنا يرزقك. وهي موضوع صغير جدا، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله اللي هو قال لك كلمه ما فيهاش حتى ولا حرف شفهي، كلهم ما بتقفلش فيهم بقى ابسط كلمه خالص. قال لك عشان الواحد لما يبقى جسمه متدمر ومش فاضي فيه حاجه خالص، لا اله الا الله تعدي. او ان هو مش عايز يوري حد، يعني هو مش عايز يوري. كنت سمعتها من محمد اسماعيل دي، ده اللي هو التخفي يعني من العبادات، يعني ليفل مش عندنا شيء خالص. فده من اسهل الاذكار. ولو ده ولو على بس تقول بس فاذا انا نسيت الاصل الموضوع والهدف، يبقى ممكن اضيع في النص. لكن انا مرتبط بالاصل بدا فين والهدف فين، يبقى اي حاجه هتحصل في النص سهل ان انا اشيلها. ولو بنتكلم على البيزنس تاني، انا بعمل فيجن، الفيجن بحدد انا عايز اوصل فين، وبعدين بحدد ميشن هوصله ازاي، والقيم بقى اللي همشي بيها ايه. الكلام ده لو طبقناه على نفسنا، كان في حد مؤخرا رابط الموضوع ده بقى بالدين واضح وضوح، ان هو ناس حتى اللي بيشتغلوا في الدعوه لو ما تحطش لنفسك فيجن وميشن، هتلاقي نفسك بتعمل حاجات كتير قوي ما فيهاش اوتكم. الهدف ده هو في سبيل الله سبحانه وتعالى، الهدف الجنه، فيجن الجنه، فيجن رضا ربنا سبحانه وتعالى. طب انا هوصل ازاي رضا ربنا سبحانه وتعالى؟ عندي ميشن. طب الميشن دي هعملها ازاي؟ لما اشتغل في الدعوه للاسلام. لمين؟ هتعمل ايه؟ هركز على النقطه الفلانيه 1 2 3 4. لو ما ركزتش هتلاقي نفسك انا بشتغل دعوه، بتعمل ايه؟ انزل اروح هنا بكلم في الموضوع ده، بكلم في الموضوع ده، بكلم في الموضوع ده. طب ايه الكونكلوجن بتاعك؟ مفيش حصيله. لكن لما بتحدد الفيجن بتاعتك والخطوات اللي انت هتمشي بيها، تيجي بعد اسبوع اثنين شهر تلاقي نفسك ان انت قربت الموضوع ده. الراجل كان بيقول حاجه جميله جدا، قال لك ده بيساعدني على ان انا لما يجي لي حتى حاجه عمل دعوي مش في الفيجن بتاعتي بسيبها. لا انا ده كلام جميل وكل حاجه، بس انا التراك بتاعي هو. في ناس ثانيه هتعمل الكلام ده وربنا يوفقهم. انا ايه؟ انا شايفه ده كلام جميل جدا، ما بقولش ان الكلام ده وحش، لكن انا مركز في دي بحيث ان في الاخر يبقى عندي اوت كام. البدايه والنهايه واضحين. البدايه والقول بكل ملائكه اني جاعل في الارض خليفه من قبل خلق ادم، وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا خلق ادم، وضح لنا ان ابليس هيشتغل عليكم وهيركز معاكم وبقيه الدنيا كلها. والنهايه متاع الى حين شويه وهترجع. يبقى انا عندي وسائل وعندي وسائل، النساء والذهب والقناطير والعربيه والشركه والاجتهاد جميل. والهدف فين؟ يبقى انا طول ما انا ماشي انا باخد من ده وباخد من ده وباخد من ده،
على قد ما الحجاج وصلني للهدف الخير. مين بخير؟ معلش انا فضل انطر معلش يا جماعه.